السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس ستارز الخاصة للغات قسم تكنولوجيا المعلومات. الفيديو بتاع النهاردة هنشرح فيه الـ SCL أو البرنامج الجديد بتاع المدرسة. الفكرة الأولانية اللي عايز أشرحها إزاي الطالب هيعمل تسجيل على الموقع. طبعا أول حاجة إزاي ندخل على الموقع من خلال الرابط ده www.sls.getscl.com. ده الرابط اللي هنكتبه في البراوزر بتاعنا، وياريت يكون جوجل كروم. وبعد ما هنكتبه هنخش هيدينا الانترفيس ده، دي الصفحة بتاعة البرنامج. بعد ما حضرتك هتاخد الكود هتخش هنا عشان تسجل من خلال البوتون بتاع ريجستر. هتدوس على ريجستر، هيفتح لحضرتك المنيو ديت. هنختار من هنا ان كنت انا ستودنت او بيرنت. طبعا احنا دلوقتي بنتكلم على الستودنت. هنحط الكود اللي هنستلمه في الخانة بتاعة الاكواد، وبعدين بندوس فاليديت. بيبدأ يقول لي انت الطالب الفلاني موجود في المرحلة الفلانية. طيب انا عايز منك ايميل وباسورد. الايميل اللي هو طالبه مني دوت ايميل عشان اعمل بيه لوجين على السيستم، وياريت يكون الايميل دوت ايميل فعال، يعني موجود بالفعل على اي ايميل حقيقي، يعني بلاش يكون حاجة فيك. لا، هو لو كان حاجة حقيقية يكون افضل، عشان في حالة نسيان الباسورد حضرتك في اوبشن في الموقع بتختار ان انت فورجوت الباسورد بتاعتك، بيبعت لك الباسورد الجديدة على الميل ده. تمام. وكمان عشان احنا كإدارة مدرسة كونتاكت مع حضرتك ومع البيرنت بي، فانت دلوقتي هتكتب ايميل يكون بالفعل موجود. بس انا في الحالة دي هكتب اي ايميل لان انا بشرح بس مش اكتر، لكن حضرتك هتحط ايميل يكون بالفعل موجود. فمثلا هنفترض ان انا هعمله نفترض ان ده الايميل بتاعي، وهو زي ما قلنا ايميل هيكون فعال. طيب الباسورد بتاعتي بسجلها وبرجع اسجلها تاني، بعملها كونفيرم، وبعدين بدوس على كومبليت ريجستريشن. هو هنا يعني ده لي رساله بيقول لي لا انت لازم الباسورد بتاعتك تكون اتليست 8. خلاص اوكي، وات ايفر، انا ممكن اعملها 8 زي ما هو عايز. طيب انا كده خلصت الكومبليت ريجستريشن بتاعتي. بيقول لي بقى ايه جو تو لوجن اريا. انا لما باجي هدخل على اللوجن اريا بتاعتي هيطلب مني بقى يقول لي انت مين، لان انا بالفعل حطيت يوزر نيم وباسورد جداد. فانا بقى بكتب الايه الايميل اللي انا حطيته، وبعدين بحط الباسورد بتاعتي وبعمل ساين ان. كده انا دخلت على الداشبورد بتاعتي كطالب. الداشبورد بتاعتي فيها شوية تولز كده، شوية بوتونز. في الحاجات دي كلها انا هعمل بيها ايه؟ هنبدأ من اول كلمة داشبورد. وانا واقف على الداشبورد هتديني الصفحة اللي قدام حضراتكم ديت اللي فيها كل حاجة. طيب بالنسبة للاساينمنت، اساينمنتس ديت فيها كل حاجة المدرس هيبعتها لي من خلال الواجبات، كويزز، الحاجات اللي احنا كلنا فاهمينها هلاقيها في اساينمنتس. البرايفت ستورج، برايفت ستورج ديت كل الحاجات الخاصة بيا انا والريكوردد سيشنز. الريكوردد سيشنز والريكوردد سيشن بتبدا تظهر بعد وقت السيشن بساعتين لست ساعات، يعني من ساعتين لست ساعات ممكن ادخل الاقي الريكوردد سيشن اللي انا خدتها، لو عايز ارجع لها تاني ارجعها تاني هلاقيها موجوده. وبعد كده هي بتتشال بعد 48 ساعه، عشان المساحه طبعا مش هينفع ان احنا نكتر نكتر نكتر، لازم بنشيل القديم ونحط الجديد. طيب بعد كده في ايه تاني هلاقيه هنا؟ ممكن لو اي فايل بي دي اف او فايل او برزنتيشن باوربوينت برزنتيشن المدرس حطها لي برده ممكن الاقيها في برايفت ستورج. طيب في ايه تاني مهم عندي في الداشبورد؟ انا بعد كده بخش على طبعا في برده حاجات اليوتيوب لينكس والكلام ده كله هنلاقيه في نفس المكان. طيب هرجع بعد كده تاني للداشبورد بتاعتي. احنا اتفقنا الداشبورد ديت هي نقطه البدايه بتاعتي على الهوم سكرين. السكول اتندنس، سكول اتندنس دوت هو حضوري الفعلي في المدرسه. الجدول هتلاقي فين الجدول؟ هتلاقيه في انبوكس. يعني بص حضرتك هنا الانبوكس ده لو دخلنا كده في الانبوكس هنلاقي الحاجه هتتبعت لنا في المكان دوت. ولو حضرتك برضو عايز تبعت للمدرس بتاعك تقدر تبعت له من هنا او من المكان التاني اللي احنا لو خرجنا بره نقدر من خلال المواد. لو فتحنا الانجليش هنلاقي المدرس بتاع الماده نقدر ندوس عليه هيفتح لنا بوكس. يعني بمجرد ان احنا بندوس عليه هو بيحمل وبيفتح لنا بوكس اهوت، مثلا التيتشر بتاع الفرنش. انا اقدر ان انا ابعت لها السبجكت بتاعت المسج اللي انا عايزها ايه، وابعت لها المسج بودي، وممكن ان انا اعمل اتاش فايل هنا وابعته. تمام. نرجع تاني للداشبورد ونتكلم شويه عن الفيرتشوال كلاس رومز او اللايف سيشن. انا عندي لايف سيشن عربي، بفتح دلوقتي
طبعا برضو قبل ما ننتقل للفيرتشوال كلاس روم، انا عندي الجريد بوك على فكره يا جماعه. الجريد بوك دوت انا لما بفتحه بلاقي فيه الحاجات اللي المفروض بتنزل لي من غياب وحضور ودرجات يعني والى اخره يعني. فالجريد بوك ده برضو من ضمن الاماكن اللي هلاقي فيها بيانات مهمه بالنسبه لي. طيب اللايف سيشن، انا دلوقتي عندي لايف سيشن دلوقتي عربي، لما احب اعمل جوين هعمل جوين من هنا. بمجرد ان انا بعمل جوين هو بيسالني شويه اسئله بسيطه جدا بعد ما بيعمل لودينج. هنا بقى هو بيقول لي الميكروفون، ادوس على الميكروفون واعمل الاو بدوس يس يس. بعد كده بقى انا بعمل ميوت، انا عندي بالنسبه لي بعمل ميوت للمايك تمام. هو اوتوماتيك انت المايك بتاعك بيبقى مفتوح تمام، وبرضو التيتشر ممكن يعمل لك ميوت للمايك تمام. وفي حاله انه عمل لك ميوت للمايك وانت عايز تتكلم بتفتح برضو المايك من عندك من هنا. طيب في ايه تاني عندي في الـ في الـ في الـ في الفيرتشوال كلاس روم؟ الفيرتشوال كلاس روم في الرساله الاولانيه يا جماعه دي مهمه جدا جدا بتاعت الاو اللي احنا شفناها من فوق من هنا. يعني انا بمجرد ما بدخل تمام بيديني فوق هنا عند البراوزر كلمه الاو. يا ريت ما اهملش دي، لان انا لو اهملتها او عملت بلوك او ما عملتش الاو المايك مش هيشتغل. فلازم جدا ان انا ادوس على الاو اللي بتظهر لي. بمجرد ما دوست على الجزء الاولاني، لو حضراتكم رجعتوا بالفيديو شويه صغيرين هتلاقوا كده في دايره ظهرت بتاعت المايك، بمجرد ان انا دوست عليها هيقول لي من فوق كده الاو ولا ايه ولا دونت الاو، اقول له الاو. اوكي طيب نيجي بعد كده. بعد كده دي الاريا اللي هيتشرح لي فيها كل حاجه، انا اقدر ان انا اكبرها من هنا تمام. لو دوست هنا الاريا دي بتكبر بتبقى بكامل مساحه السكرين عشان اشوف الدرس بتاعي كويس جدا. اوكي حاجه ثانيه البرايفت شات و البابليك شات. البرايفت شات دوت انا اقدر ان انا لو دوست على اسم التيتشر، طبعا واضح جدا هنا ان اسم التيتشر اهو مستر محمد، فانا لو دوست على التيتشر كده بيقول لي ستارت برايفت شات، بقدر ابعت برايفت شات للتيتشر بقول له اللي انا عايزه. البابليك شات، البابليك شات برده هنا لو عايز ابعت اي مسج لكل زملائي في الكلاس. اوكي طيب في ايه تاني موجود عندي في الفيرتشوال كلاس روم؟ احنا زي ما قلنا ادي الشرح من هنا، وقلنا ان الكاميرا بقدر اشغلها من هنا او افصلها، وقلنا ان المايك بقدر اشغله من هنا او افصله. طبعا لازم نراعي جدا الرولز بتاعت السيشن اللي المدرس هيقول لي عليها. لو هو عمل لي ميوت انا مش هينفع افتح، لو قال ما تفتحوش الكاميرا مش هفتح الكاميرا تمام. فلازم نلتزم جدا بكل الرولز اللي التيتشر هيقولها في السيشن. طبعا بكده نبقى احنا خلصنا الموديول المهم بتاع الستودنت، وهنبدا نشرح لحضراتكم البيرنت ريجستريشن. نفس الطريقة هندوس على ريجستر، بعدين هنا هنحط الكود، وهنا هنختار ان احنا بيرنت ونعمل فاليديت. في بيانات بتظهر قدام حضرتك كبيرنت كده باسماء الاولاد بتوع حضرتك اللي موجودين في المدرسة، لو لقيتهم اوكي تمام بتدوس على ان كل بياناتي صحيحة وبتعمل كونتينيو. لقيت في مشكلة حضرتك ما بتكملش وبتتواصل معانا على رقم واتساب احنا هنعلن عنه او عن طريق الايميل تمام، عشان نشوف مشكلة حضرتك ايه ونحلها. طيب لو البيانات سليمة انا قلت هنعمل التشيك بوكس دوت ونعمل كونتينيو ريجستريشن. بعد كده هنا بيقول لحضرتك انا عايز الفول نيم بتاع حضرتك، فببدا اكتب الفول نيم بتاعي. طيب الفول نيم بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو اسم البيرنت نفسه، فوليكن مثلا انا كتبته كده. اوكي طيب بيطلب مني ايميل، احنا قلنا واتفقنا ان احنا بنحط ايميل يكون فعال. طيب الايميل الفعال بتاعي ان انا بعمله على سواء جيميل او وات ايفر اي ميل، بس يكون برضو شغال زي بتاع الستودنت. اوكي طيب انا في الحاله دي برضو هحط اي ميل دلوقتي. وهنحط الباسورد. طبعا البيانات اللي في الصفحه الثانيه دي بتكون المفروض يعني ان في بيانات اساسيه وبيانات مش اساسيه. دي البيانات الاساسيه على فكره، البيانات الاساسيه بتاعتي هي ان انا الفول نيم بتاعي، فانا هكتب الفول نيم والايميل بتاعي اللي انا كتبته بره. طبعا هو مش هيطلب مني باسورد تاني لان انا حطيت الباسورد خلاص في في الصفحه الاولانيه. واحط التليفون نمبر بتاعي وبحط الموبايل نمبر بتاعي وبعمل نيكست. طيب في الخانه دي بقى هو بيطلب مني بيانات سكندري، انا ممكن اعمل سكيب او فينش وابقى خلصت، ولو عندي كونتاكت تاني عايز احطه بحطه في مكان الكونتاكت المطلوب، بعدين بعمل فينش. بعد كده بيبدا برضه يقول لي جو تو لوجن اريا وهيسالني انت مين، فهرجع احط برضو الميل بتاعي اللي انا عامله.
والباسورد اللي انا اخترتها، وبعدين اعمل ساين ان. هيبدا يدخلني على الاريا بتاعتي. طبعا لوجن از ستودنت دوت لو انا عايز ادخل بالاكونت بتاع ابني كطالب واشوف الدنيا ايه بالظبط. تمام. سكول اتندنس زي ما اتكلمنا عنها قبل كده، هي نفس الموضوع بتاع الغياب بتاع ابني اثناء حضوره في اليوم الدراسي داخل المدرسه. اما تاني بنقرر ان الفيرتشوال كلاس روم له غياب مهم جدا، بيتاخد حصه بحصه، اداره المدرسه بتتابعه بصفه مستمره. طيب في ايه تاني بالنسبه لي؟ احنا بنتكلم عن ان احنا ان شاء الله في موبايل ابلكيشن موجود. الموبايل ابلكيشن دوت احنا هنحط لحضرتك برضو في الديسكريبشن لينك. اللينك دوت حضرتك طبعا بتفتح بالموبايل، بتخش على الفيديو اللي احنا حاطينه، تحت خالص كده بتلاقي في الديسكريبشن في لينك. اللينك ده بتدوس عليه هيدخلك على طول على الجوجل بلاي على الابلكيشن، على طول تعمل له انستول من غير ما تدور عليه. طيب بعد كده في ايه عندي؟ انا في الجزء بتاع الداشبورد. الداشبورد دوت برضو نرجع لحاجه مهمه في الابلكيشن. في وانت بتعمل سيت اب هيطلب من حضرتك سكول كود. السكول كود دوت حضرتك هتكتب اس ال اس. تمام، اس ال اس اوكي اثناء السيت اب. بعد كده نرجع تاني نقول الداشبورد بتاعتنا. الداشبورد بتاعتنا هي برضو فيها برايفت ستورج، برضو زي ما قلنا ان ريكوردد سيشنز حضرتك هتلاقيها هنا. تمام، واي حاجه مبعوثه لحضرتك هتلاقيها موجوده في الانبوكس او برايفت مسجز زي ما قلنا. حضرتك برضو عايز تبعت لاي تيتشر هتقدر تبعت له من خلال هنا، ولو دخلت في الداشبورد هتلاقي برضو المدرسين بتوع ابن حضرتك موجودين هنا، تقدر تبعت لهم اللي حضرتك عايزه. ايه تاني بالنسبه لنا مهم؟ لو فتحنا مثلا هنلاقي الجريد بوك، برضو هتلاقي درجات الطالب وهتلاقي بيانات عنه في خلال العام الدراسي. كل شويه البيان ده بيكتر وبيزيد على حسب اللي مطلوب يتحط لحضرتك عشان تتابعه. اتكلمنا دلوقتي عن اغلب الحاجات اللي موجوده اللي تخص حضرتك. تمام، في طبعا فوق كده ده هنا الاستودنت بتاع حضرتك ابنك موجود ده، عندهم عشان دول ولدين او ابنين، فانت بتشوف الابن الاولاني وادي الابن الثاني، ولو ثلاثه برضو هتشوفهم تحت بعض زي ما قلنا لسيادتك من خلال الداشبورد ديت.